بتتكلم على أهمية المخطوطات الإسلامية وعلاقتها بالفنان المعاصر. المخطوطات الإسلامية دي بتمثل حاجة أساسية في مجال التصوير في الفن الإسلامي. طبعا الفن الإسلامي فيه تصوير يعني في حاجات تانية غير المخطوطات، لكن أكتر حاجة عبرت عن أسلوب التصوير في الفن الإسلامي في الثقافات المختلفة الإسلامية، ابتداء من الدولة التيمورية للفن الإيراني، للفن الآلائي، للفن السوري، للفن المصري، اليمني، المغربي، ففي تنوع كبير جوه مدرسة التصوير الإسلامية، ولكن في عناصر مشتركة بينهم اللي هي بتمثل الفكرة العامة لفن التصوير الإسلامي. الفنان الإسلامي فيما يتعلق بالتصوير عنده مذهب مختلف عن الفنان الغربي. الفنان الغربي يتبع حاجة اسمها حضارة الصورة، اللي هي التوضيح والمشابهة والمثالية. والفنان الغربي لما بيعمل تصوير بيعتبر إن الشخص اللي بيرسمه هو مركز الصورة، لأنه الإنسان في الحضارة الغربية ابتداء من الإغريق لغاية تقريبا الثورة الفرنسية كان بيعتبر إن الإنسان هو محور الكون. في الوقت الحضارة الشرقية بما فيها الحضارة الإسلامية تعتبر الإنسان كائن متواضع موجود في كون واسع يشاركه كائنات أخرى وحاجات أخرى. فالفن الإسلامي بصفة عامة ما بيركزش على بطل معين جوه الصورة عشان يبقى هو محور الصورة، لكن بيرسم الصورة فيها مجموعة العناصر في قدر من الديمقراطية اللي هم كلهم بيشاركوا بحضور متشابه في اللغة، زي ما بنبص في السجادة لما بنعيش حاجة معينة بص يعني نافذة بصفة خاصة، ولكن كل العناصر متوزعة ومتوافقة على المسطح. المخطوطات الإسلامية فيها طبعا تنوع واسع جدا، لكن أنا هديكم أمثلة محدودة للمخطوطات اللي ليها قيمة كبيرة قوي وليها علاقة كبيرة بالمذاهب الفنية المعاصرة. أنا عندنا في مخطوط مهم جدا اسمه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لواحد مؤلف اسمه القزويني. الكتاب ده يعني يعتبر اللي هو الجذور الأولية بتاعت الفن السورياني، لأنه القزويني تخيل إنه في كائنات إحنا ما شفناهاش، وتخيل إن في الكائنات اللي إحنا نعرفها تزوجت بين بعضها بطريقة غير معقولة. فمثلا تلاقي السلحفة تتجوز حصان، والجمل يتجوز تعبان، فيولد كائنات شكلها إيه. فكان عنده خيال يعني جامد جدا، فعمل رسوم تصور هذه الكائنات المركبة من كائنات مختلفة. الكتاب ده كان مهم جدا، وأنا لما درسته كان سنة 62 في دار الكتب في المخطوط، مهم أوي دار الكتب بهذا الاسم. فلما رحت كان معايا أستاذي الأستاذ سعد الخادم اللي هو رائد الدراسات الشعبية والتراثية، نبهني إليه. أنا في الوقت ده كنت مرور، كنت لسه طالب، فكنت بدور على المخطوطات اللي فيها ذهب واللي فيها رسومات دقيقة واللي فيها حاجات. فهو لما قرأت الرسم بتاع المخطوط ده ما كانش يعني من المخطوطات اللي فيها مهارات فنية عالية، كانت تبهي الواحد شاب زي في الأول، لكن نبهني إن المخطوطات من هذا النوع فيها يعني زي خميرة بتولد منها أفكار جديدة. أما المخطوطات اللي هي نظر بشكل كامل زي مثلا الصور بتاعت بازات مثلا، دي حاجة كلمة، فأنت ما واحد زي يتفرج عليها يا دوبك ينبهر، لكن ما يقدرش يطلع منها حاجة لأنها كلمة. فأنا كتاب عجائب المخلوقات ده وقتها كان عندي علبة ألوان قريبة صغيرة أوي كده، وكان والدي في الوقت ده من حظي يعني مدير دار المخطوطات في دار الكتب، فمكنني إن أنا أتفرج على المخطوط ده، وبالتالي رسمت الرسومات اللي فيه واحدة بواحدة كلهم. وأنا فاكر لما خلصتهم رجعت لزمايلي في الوقت ده كانوا معايا في الكلية زي الفنان عبد الحميد الدواخري والفنان فؤاد عبد الحفيظ ومجموعة أخرى، ف
فوريت لهم الصور وخليتهم يصوروا نسخ منها، فكان مفيد جدا وانعكس على شغلهم وعلى شغلي بدرجه عاليه جدا، لانه فيه الخيال بتاع السوريالي. في كتاب تاني مهم قوي اسمه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعه الحياه. ده المؤلف بتاعه انا اكتشفت ان اسمه رزاز، اسمه ابو العز اسماعيل ابن الرزاز الجزري. فانا طبعا عشان كلمه الرزاز اتحمست قوي، لكن بصيت لقيته كتاب قيم جدا. الكتاب ده الجزري ده عباره عن مهندس ميكانيكي، فبيعمل ماكينات زي الروبوتس دلوقتي بس بتتحرك بالتكنولوجي بتاع وقت، يعني بتتحرك بالروافع وبالاثقال وبانه يسخن شمع فلما يخلص يقوم يعمل ارتفاع او انخفاض وضغط الميه. فكان بيعمل تماثيل ضخمه عشان ينبه الخليفه لمواعيد الصلاه، فكل محل صلاه بيعمل اصوات ويعمل حركات وفي مناسبات مختلفه. فكان ده من ضمن الكتب المخطوطه المهمه جدا اللي هي اسمها الجامع بين العلم والعمل، لانه بيجمع بين العلم والتنفيذ النافع في صناعه الحياه للجزري. ده برضه كتاب مهم جدا، وهو نوع مختلف عن مخطوطه عجائب المخلوقات، لان ده فن خيالي تعبيري وده فن عملي. وهو لما بيرسم يرسم كمان التاريخ القديم ده، يرسم قطاعات ويرسم الجهاز ده من جوه عشان يحب ينفذ حاجه زي، يقدر يدرس العلامات الهندسيه بتاعت الروافع والحاجات دي والقائمه تحت بالخامات اللي بتتعمل بيها. ده كان كتاب مهم في تاريخ التكنولوجي، لكن ليه علاقه كبيره بالفن لانه الرسم بتاعه كان مهم جدا. طبعا مخطوطات كتيره جدا كان فيها رسم، من المخطوطات المهمه جدا كتاب عراقي اسمه الفنان اسمه الوصلي. الفنان الوصلي ده تقريبا هو وبازان الايراني هم الوحيدين اللي عرفنا اساميهم بين المصورين الرسامين بتوع المخطوطات في العصر الاسلامي، لانه كان الفنانين في هذا الوقت ما يعتبروش ان هم اللي ابدعوا الكتاب، لكن الثقافه اللي هم تبعها هي اللي ابدعتها، فما يكتبش اسمه. ولو كتب اسمه يكتب بقى صفات متواضعه جدا، يقول كتبه العبد الفقير الحقير مش عارف ايه فلان الفلان. فما كانش الفنان عنده العنجهيه بتاعت الفنان الغربي اللي هو بيحط نفسه كانه هو واحد من اللي خلقوا الحاجه. فالوصلي كان من الفنانين المهمين قوي، لانه المخطوط بتاعه اكتشف، هو دلوقتي موجود في المكتبه الوطنيه في باريس، في عدد كبير جدا من الاوقات حجمه كبير، وفي قصص ادبيه اتحولت الى رسومات. فهو يعني احنا نعتبره هو مع الوصلي الايراني مع بيزان الايراني اهم مصورين عرفنا اساميهم. لكن في مخطوطات اخرى اللوحات بتاعتها بنفس القيمه وبعضها اعلى، بس من نفس المصور بتاعها، انما الثقافه كانت ثقافه تنكر الذات وتقدر الثقافه والحضاره اللي هي طبعت هذه السنه. ودي برضه ميزه من المميزات بتاعت الفن الشرقي والاسلامي بالذات ومقارنته بفنون الغرب، اللي كان اي حد يعمل اي حاجه لازم يكتب اسمه ويكتب كتاب ويعمل يعني يزوق نفسه أكثر. عندنا بقى كتب كتيره زي كليله وكلمه، زي الف ليله وليله، زي الاغاني الاسوراني، كل دي كان فيها رسومات، بعضها كان رسومات ممتازه جدا. المخطوطات دي كان ليها اساليب زي ما قلت من بدايه الكلام خالص. فمثلا في مصر وسوريا كان لهم اسلوب خاص بيهم، اللي هو متاثر بالفن المملوكي، كان ليه تراث خاص. في مصر وسوريا ما كانوش يعملوا زخرفه كتير قوي، كان عندهم تعبير وكان عندهم نوع من الوقار كده في الحياه. زي العماره المصريه في العصر الاسلامي تلاقي ما فيهاش
لا ذهب ولا ألوان ولا حاجات كتير، بنلاقيها حجارة استحالة ضخمة وصارخة، النسب بتاعتها رائعة. لما تروح إيران مثلا أو بعديها شوية تروح الهند، تلاقي المخطوطات فيها ذهب كتير وزخارف كتير وألوان كتير ووسخ كتير، لأنه زي برضه لما تشوف الكوارع بتاعتهم والمباني بتاعتهم تلاقيها متغطية بالقشاني والذهب والأسلحة فيها السعودية الجامعة. لكن في كل الأحوال كل المزاد كل المدارس سواء الجرمانية أو الهندية أو العراقية أو المصرية أو السورية أو المغربية، كان كل واحدة ليها التراث بتاعها والطابع بتاعها. في الفن المغربي كله يعني المغرب وتونس والجزائر كانوا مش ميالين للرسم، فكانوا بيعملوا المخطوطات بتاعتهم تعتمد على الكتابة وعلى الرموز البسيطة، لكن ما كانوش بيرسموا لحيوانات ولا أشخاص ولا حتى أي حد. هم عندهم نزعة تجريبية، بينما الفن في الشرق ابتداء من مصر لغاية الهند كان عندهم النزعة التصويرية بس بأسلوب العربي. الفنان الإسلامي في المخطوطات بتاعته كان يعني حريص لأن اللوحة تبقى يعني تمثل الامتداد الزمني كله، فما كانش يرسم حاجة تبين إنها في الصيف ولا في الشتاء ولا الصبح ولا الظهر ولا بالليل خالص. ولذلك كانوا يعملوا السماء لونها ذهبي عشان تبقى محايدة، واللي بيتفرج هو يستخرج من القصة هو في أي وقت، لكن ما كانش يميل إلى التعبير عن الوقت، وإلا تبقى اللوحة بتمثل مرحلة يعني فترة معينة من النهار أو من السنة زائلة، لكن كان بيعبر عن إن اللوحة تمثل الزمن كله. لأن هم كانوا طبعا عندهم يعني انعكاسات لفكرة الوجود وفكرة الوحدانية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، فكانوا ما عندهمش فكرة يشخصوا قوي ويخلوا دي بتاعت الصبح والليل أو الليل أو كده، فكان عندهم الأسلوب بتاعهم كده. كمان هم الفن بتاعهم ما كانش هدفه إنه يوضح إنه يعمل حاجة زي الطبيعة، مش بيعملوا زي الطبيعة. لأن هما كان هدفهم يبينوا الفكرة والسياق بتاع الفكرة. وخد بالك دي كتب، يعني الكتاب فيه أفكار متسلسلة، فكانت اللوحة نفسها يبقى فيها تسلسل العناصر بحيث جوه اللوحة تحكي مثلا قصة بطل من الأبطال أو حادثة من الأحداث وهي بتحصل في البداية بعد ما تتطور وبعد ما يحصل لها تطور وبعدين يقابلها ناس تانيين يتفاعلوا معاهم وبعدين يعدوا، فكان الصوره كانها بانوراما قصصيه. ومن حضرتك انه الحضاره الاسلاميه بدات من غير صور خالص، ما كانش في رسم خالص قبل الاسلام، ما كانش في رسم خالص في عصر الجاهليه، ما كانش في رسم في صلاه وما كانش في كتاب خلاص، كان اللغه الشفهيه، كانوا هم عندهم عبقريه فيما يتعلق بالكلام الخطابة بالشعر، ولذلك الشعر الجاهلي ده شعر من أعظم الشعر في العالم. لكن الشعر والكتابة في العصر ده كان شعر وكتابة تصويري، يعني هم كانوا بيرسموا بالكلام، ولذلك تسمعي أي شعر جاهلي تحسي إن هو بيحكي حاجة مجسمة وأنت تكاد تشوفها، يعني أقول كجلمود صخر حطاه السيل من حاجة، يعني الحصان ده كأنه كتلة صخر وبتلط والسيل بيحدفها بتاعها، صورة هي صورة مجسمة لكن بالكلام الشفوي. لما جت الكتابة مع الإسلام عشان التكوين، فبقت اللغة الشفهية تحولت إلى لغة كتابية. اللغة الكتابية أيضا أصبحت لغة تصويرية، فالعرب عندهم خيال تصويري بس ما كانش عندهم تصوير بس، فيعملوا الخيال ده بالكتابة. بس خد بال حضرتك انه اي شاعر او اي اديب بيكتب هو بيكتب بالكلام، لكن الفكره عشان تتبرر في دماغه بتتبرر كصوره، يعني دماغنا احنا من جوه ما فيهاش كلام، يعني الشاعر مش بيلاقي كلام وبعدين يطلع يكتبه، لا هو بيلاقي صور وبيجتهد انه يترجمها الى كتابه ليها يعني فقه وبلاغه معينه. فاصلا حتى الشاعر
هو اصلا بناء فيها صور، فهو بيرسم بيكتب صور بس بالكلام. مع الوقت اصبح في ضروره للتسجيل، لان الحضاره الاسلاميه ارتقت واتسعت واتقابلت مع حضارات ثانيه وبقى عندها علم، فلما يعمل كتاب علمي محتاج صور عشان يوضح الافكار العلميه بتاعته، ولما يعمل كتاب ادبي محتاج صور يوضح المراحل بتاعه القصه. فلجأوا الى الصور الرسم، فلما هو بيرسم الرسامين لما بيرسموا بقوا يرسموا زي الكتاب والشعراء، فالكتابه الرسم مش زي الرسامين الغربيين يعمل حاجه زي الطبيعه، لكن يعملها فيها البلاغه وفيها الكنايات وفيها التوضيح الرمزي مش زي الغرب، عشان كده بقى له اسلوب خاص بيه، فبقى في فن تصوير خاص بالعرب وبالمسلمين مختلف عن فن الغرب. اللي لما حصل قدمه شويه كمان في العصر المملوكي دخل المسرح، فبقى في حاجه اسمها خيال الظل، بقى يجيبوا ابن دانيال ده كان شاعر واديب عراقي، من حسن حظ مصر انه لما يجوا مثلا التتار يدمروا بغداد يقوم المثقفين قوي والفنانين قوي يهربوا على مصر، على مصر امان، فيجوا يضيفوا خبرات ما كانتش عندنا احنا في مصر، فمصر بقت زي مكان لتجميع الخبرات المتميزه في العالم الاسلامي كله، كل ما يتعرضوا لمشكله كبيره يجوا مصر ويشتغلوا في مصر، فبقى في خزافين، بقى في شعراء، بقى في كتاب، بقى في رسامين. فابن دانيال ده لما جه عمل قصص مسرحيه وعملناها عرايس خيال الظل اللي هي بتتعرض قدام الناس من ورا شاشه فيشوفوا القصه بتتجسد قدامهم. لما عملوا العرايس دي عملوها بنفس الاسلوب بتاع التصوير في المخطوطات. فاذا بقى في اسلوب عام للفنان الاسلامي سواء يعمل مسرح او يعمل رسم او يعمل شعر او يعمل كتاب. ده اللي خلى الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصريه في بدايات القرن العشرين لما بقى الناس في اواخر العصر العثماني تخلفوا قوي، المصريين دول تخلفوا قوي لدرجه ان هم ان انا بسميهم كانه حصل لهم فقدان الذاكره. فالمصريين مثلا في هذا الوقت هم شوفي قبل كده بحوالي 4000 سنه ابتكروا العجله زي عجله رمسيس، عجله رمسيس اللي هي بتلف وبتناول في الحرب، طبعا العجله الثانيه اللي بتجر الحجر وبتجر الحاجات. المصريين في هذا الوقت نسيوا اختراع العجله، فلما كانوا يشيلوا حاجه تقيله يشيلوها بره او يجيبوا جبل ويحملوها عليه قالوا نسيوا، بقوا متخلفين الى هذا الحد، كان عندهم فقدان ذاكره. فالعصر العثماني في اواخره ده ادى الى المصريين الى حاله من التدهور والتراجع مزريا، لان العثمانيين عملوهم كانهم عبيد وخدوا كل حاجه مميزه ليهم واهملوه. ففي هذا العصر كان الناس في غيبوبه وما بيعملوش حاجه، ما عندهمش لا فن ولا ادب ولا شعر ولا اي حاجه. فاللي حصل انه مع بدايه الحمله الفرنسيه المصريين فوقوا ان في ناس متمدنين ومتحضرين عندهم امكانيات عاليه وعندهم تكتيك عسكري وهم غلابه يعني مطلقين كده. فبدا في مصر التفكير في انه امال هنعمل يعني التمدن ازاي؟ احنا مش هنقدر نقعد زي ما احنا كده. فبدا بقى الافكار بتاعت الاتصال المصريين بالغرب واخذ النموذج الغربي فيبقوا كانهم بيعملوا حاجه زي الغربيين. مع الوقت لما قامت ثوره 19 واصبح في نخوه وطنيه وامل في العوده الى التراث وتجديده عشان الناس من العصر على يد الافغاني وعلى يد محمد عبده والاخرين بداوا يفكروا انهم ياخدوا من التراث ويطلعوا فن عربي مصري حديث مش تقول. فرجعوا تاني لجذور التراث وللمخطوطات اللي كنا بنتعلم عليها، وبقى في فن مصري حديث. شكرا.